السلام عليكم. اول حاجه بداك انا كنتقدم تعازي للاسره ديال محمود ادريسي والاسره الفنيه ككل. واش غنقول انا بالنسبه ليا محمود الإدريسي خسارة كبيرة للمسرح المغربي، لأن محمود الإدريسي نقدر نقول لك بالنسبة لي أنا من الفنانين القلال 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 بزاف اللي في الغناء ديالهم وفي الفن ديالهم كيحملوا الهوية المغربية ديال بصح، وبقى محافظ على الأسلوب ديالو، ورجل طيب 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 جدا، انسان اللي كيحمل الهويه والانتماء في قلبه. دابا شوف غنقولك واحد القضيه، هي مساله ديال التربيه. محمود الادريسي من الفنانين اللي نقدر نقول لك بانهم تربوا فنيا في القصر، يعني المغفور له الحسن الثاني كان كيهتم بالفن بزاف بزاف بزاف، وكان كيعشق اي فنان كيحب بلاده وكيغني على بلاده، وكيعطي اهميه كبيره للفن المغربي ديال بصح، وكان كيعطي اهميه كبيره للهويه والانتماء، لان حتى في الاذان كان كيفرض على المغاربه ولا الجوامع انه يكون اذان مغربي ديال بصح. وكان ظن محمود الادريسي تعلم بزاف من الحسن الثاني الله يرحمه، وكانت التوجهات ديالو كبيره للفنانين اللي كانوا في ذاك الوقت. هي مساله ديال التربيه. انا كنظن بان محمود الادريسي من الفنانين اللي كيقول لك انا ما نهضرش، أن الفن ديالي هو اللي كيهضر. يعني ملي كنبغي نقول شي حاجة كنقولها من انطلاقا من الإنتاج الفني ديالو. وكان أجمل حاجة وآخر حاجة هي الأغنية الوطنية اللي دار الأخيرة، اللي تعتبر من الروائع، الأغنية المغربية اللي بصراحة يفتخر أي مغربي يخدمها في السيارة ديالو أو اللي يتصنت لها في داره أو اللي تلقاها موجودة في الإنترنت. لأن كنبغيو نتكلموا على الوطنية، ما نحتاجوش أننا نبداو نبلبلو في الإنترنت ونهضرو، يكفي أننا نعطي أغنية كتحمل بزاف ديال الدلالات باش كتعبر، من غير آخر أغنية ديالو كاين أغنية الاخر اللي دار على الوطن، الوطنيه جميله جدا، فهمتي؟ يعني من الفنان اللي انا كنقول بان اللي المغرب كيضاع فيهم. وكنتمنى انا بداك شخصيا كنتمنى ان هاد الفنان اللي كاين حاليا انه يحاولوا على الاقل انهم ما يفرطوش في الاغنيه المغربيه القديمه، يحاولوا يغنيوها بالاسلوب ديالهم وبالغناء ديالهم، لان عندها مدلول فني وعندها مدلول وطني وعندها مدلول ثقافي وعندها هويه، لا في الايقاع المغربي ولا في الكلمات ولا في الاسلوب الجميل. ما خصناش نفرطوا الهويه ديالنا. حنا لو لاحظتوا في الفتره الاخيره كل خطره كيموت واحد من القدر من الاهرامات ديال الفن المغربي، هذه سنه الحياه، ولكن حنا خصنا ناخذوا منها عبره، حنا كفنانين خصنا ناخذوا منها عبره. وكنظن حتى الدوله وحتى النظام ككل خصو ياخذ منها عبره، لاننا حنا كان بموت هذا الفنان راه كنفقدوا الهويه والانتماء، وخصنا نعطيوا اهميه للفنان والفن المغربي باش حنا ما نصالخوش من ذاتنا. راه ملي كيموتوا ناس بحال هكا راه حنا كنموتوا، حنا كمغاربه كنموتوا، والله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الفنانين اللي ماتوا، والله يجعل البركه في اللي باقي، وخصنا نحافظوا على هاد الناس اللي باقيين ونهتموا بهم. راه ماشي مهم الفنان نعطيه الفلوس، راه خصو الاهتمام، نحسوا به بانه كاين، نزوروه، نطمئنوا عليه، نديروا له اعمال فنيه عليه، نديروا التقاءات معاه، داك الشيء اللي بقى من حياته نحسوا بانه راه عطى شي حاجه كبيره للفنان، لان الفنان راه كيقتل ذاته، راه كيعطي احساسه وتعابيره كلها كيعطيها باش يعطينا واحد الانتاج فني. والله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه، ورجل طيب طيب، شنو نقول؟ اي كلمه نقدر نقولها في حق ذاك الانسان ما تستحقش، ما لا يعوض. محمود الادريسي الفنان المغربي اللي لا يعوض، والله يرحمه ويوسع عليه.